عسلامة، مرحبا بكم. اليوم باش نحضر مع بعضنا حلوى محشية بحشوة متاع الفيكيا ومغلفة بالشوكولاتة متاع الفريرو روشي. عندي لهنا كعبتين عظم، كعبتين بيض لحد درجة حرارة الغرفة، عندي باكو سكر فانيليا، عندي 100 غرام سكر محور، عندي مغرفتين نشا، عندي 250 غرام زبدة، عندي مغرفة صغيرة خميرة حلويات، رشة ملح، 500 غرام فرينة. نبدأ بسم الله. هذه الزبدة درجة حرارة الغرفة، عندما كان 250 غرام. بسم الله. كان 50 غرام زبدة، نزيدوهم 100 غرام سكر حور، نزيدوهم بقى ورشة الملح. نخدمو مع بعضنا يذوب هكا الكل حتى يذوب السكر في الزبدة. نزيد لهنا كعبتين البيض، نزيدو مغرفتين نشا، نزيدو شوية مغرفة صغيرة خميرة حلويات بيكنج باودر، ونزيدو لهنا نبداو نزيدو بشوية بشوية في الفارينة. توا هذه هكا العجينة اللي تحصلنا عليها، شوفوا كيفاش رطبة ما تتلصقش في اليد. هذه هكا العجينة اللي حاجتنا بها، خليوها على شيرة ترتاح ونحضروا الحشو. الحشو لهنا خذيت 200 غرام كاكاوية الفول السوداني هكا، حمصتها وقليتها وريحتها. تو باش نزيد عليها 100 غرام شامية طحينة، 100 غرام شامية هكا، نحلو نحاولو نحلو هيك يا شامية هكا مع الكاكاوية. نزيدوها وتوا باش نزيدوها مغرفة نسلي كراميل، هذاك نسلي كراميل اللي حضرنيه مع بعضنا المرة اللي فاتت، واللي مش متوفر عنده نسلي كراميل ينجم يعمل عسل والا يعمل لمدو هكايا الحشو الكل.
نزيد شوية. ندو حتى تتلملنا العجينة الكل. نمشي الجيريا. ديروا شوية. هكا بشوية بشوية. نتبعوا بشوية بشوية. اللي ما عندوش كراميل ينجم يعمل معجون ولا نعمل عسل. بونتا متاع عسل. ويلمد بها الشامية ويلمد بها الكاكاوية مع بعضهم. هذه تو هكا هكا الحشوه اللي حشتنا بها. شوفوا كيفاش تعبروها تعبيرات صغار ونخليهم على شيره مش بعدي كان نحشيو بهم العجينه نتاعنا. نعم تو هذه الحشوه هكايا خليتها لهنا وحدها. تو باش نوريكم كيفاش نعملوا العجينه نتاعنا. ناخذوا بول بوله كيما هكا عفوا نحلوها هكا بيدينا وناخذوا الحشوه ونسكروا عليها هكايا. هكا شوفوا كيفاش هذه هي الحشوة متاعنا. هذه هي الكعبر متاعنا. كيفاش نجيو لهنا نحطوها فوق الطبق على بابي كويسون نزيدو. شوفوا كيفاش نحلو العجينة هكا نحطو الحشو ونلمدو عليها نسكرو عليها هكا. نزيدو نعملو كعب اخر مع بعضنا هكا. نحلوها هكا نحطو الحشو ونلمدو عليها. توا هذوما الكعبات هذوما متاعنا. بعد ما كملت عملت لهم الحشو متاعهم وحطيتهم على بابي كويسون معنتها طيحتهم حوالي 30 كعبة. طيب باش ندخلها من الفور على 180 درجة من لوطا كهو من بعديك في الاخر نشعل عليهم شوية من الفوق يحمر ونخرجهم. وتوا لهنا هذه الكعبر نتاعنا حضروا. شوفوا كيفاش حمروا من لوطا ومن الفوق طابوا. انا جيت لهنا خديت 400 غرام شوكولاتة سريتها وزدتها مغرفتين زيت باش نزيدها الكاكاوية هذه هكايا مهروشة. كاكاوية جات مهرشة هكا قوام هذه هكا اللي حاشتنا بيه. نجيو لهنا ونغطسو كعبات الشوكولاتة متاعنا هكا. أنا خيرت باش نحطهم في الكيسات هذوما. خذيت 400 غرام شوكولاتة سريتها زدت مغرفتين زيت وحطيت فيها كيس كاكاوية مهروشة
هاد الكلاسي والحبيب نتاعنا هكا. نحطهم لهنا هكايا شوفوا كيفاش وتكلاسيوهم هكايا الكل. انا ضربه هكايا باش تطيح هذيك الشوكولاته الزايده. نجيو لهنا نحطهم في الاوراق اوراق الجيزات هذوما هكا. نزيدو نعملو هكا بأخرى تويك الشوكولاته الكعبر الشوكولاته نتاعنا حضرت. نشوفوا كيفاش نودكم ولا نشهيكم. هذيك الكونتيتي اللي عملت لنا 30 كعبه كيف ما هكايا بالجلاساج نتاعها. شوفوا كيفاش نودكم ولا نشهيكم. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تعملوا لي جيم وكومنتير وتبارطاجيو الوصفه بين احبابكم واصحابكم وتدعموني في القناه اذا عجبتكم الوصفه. بالسلامه.